القاضي الجنائي من غير أن نضع القرائن. القرائن لا يمكن الطعن فيها بالزور، ومسطرة الزور بشكل العلي، وخصوصا حينما يكون محررها عميل شرطة. قواعد امتياز القضائي، إذا تعلق الأمر بقاضي التحقيق تمشي الغرفة الجنائية من المجلس الأعلى كتصيفتها الرئيس الأول، الرئيس الأول كيصيفتها الوكيل العام، الوكيل العام ديال المجلس الأعلى ديال المحكمة بلا خطاب باش يحللها، ما عمرها تتحرك وتكون المسطرة هنا مسطرة. إذا الله يخليكم، السلطة التقديرية للقاضي الجنائي حددها المشرع. فإذا كان هناك من تعديل يجب أن يلحق النص، ويجب أن نشتغل في إطار المؤسسة من أجل أن نطور الأداة الجنائية. ليس خاطر القاضي هو الذي يحدد إذا كنا سنمنح البراءة، ولا عن سرعتي في المحاضر ديال الجمرة سرعتي فيها البراءة، أما النظر الكبار غيجيوكم مفتشين غطي، وكاين حالات ما يمكنش تبعها، وإلا تكون قد خرقت القانون خرقا سافلا، وأحيلت ملفات أمام المجلس الأعلى للقضاء، وسمح للظروف يوما أن آزرت قاضيا لأنه استبعد محضرا يوثق بحجيته، فقال له وهو ليس من حقك لأنها يوثق بمتضمنها ما لم يطعن فيها بالزور، وما دام أن الزور لم يسلك فقد كان نصيبه أن تم توقيفه لمدة 10 أشهر، لأنه أراد أن يحقق العدالة في أجل تسميتها، لكن النص هناك فرامل على مستوى النص. إذن ليس من الأخلاقي، من الأخلاق، ما كندافعش عن القضاء ولكن كندافع عن المؤسسات. يجب أن ننتقل، ولكن هذا مرتبط بالإنسان، مرتبط بالمواطنة. واش عندنا قيم المواطنة للإيمان بالقواعد الجنائية في أسماء مسمياتها؟ إذن التنظير لا يكفي، وإنما هناك ضوابط نحتكم إليها حينما نخاطب القضية، نخاطبه بتقدير. حينما نخاطب المؤسسات هناك بطبيعة الحال النظام القانوني الذي يؤطرنا، فلا يمكن هدم هذه المؤسسات إلا حينما يكون هناك تصور آخر في العدالة الجنائية. آخر قرار لمحكمة النقد يقول حتى في الجنايات، سجلوا دابا 2013 ماذا يقول قضاء محكمة النقد، يقول حتى في الجنايات التي تقولون بالأمن إنها مجرد بيانة، يقول قضاء محكمة النقد إنها تنزل بمنزلة الاعتراف القضائي في الجنايات التي تصل إلى المؤبد إلى الإعدام، مجرد ما ضمن في محاضر الضابطة القضائية. ونعطيكم القرار، ها هو موجود، تنزل بمنزلة الاعتراف القضائي. سجل الزهران رئيس الغرفة الجنائية واعلموا ما يقول، ورجعوا الملفات بناء على الأساس، وقال قضاء محكمة النقد الغرفة الجنائية اللي فيها رجل فاضل لوستر أنجار، قالت إن حتى في الجنايات إن محاضر الضابطة ليست مجرد بيانات ولا تؤخذ على وجه الاستئناس، وما لم تكن مضيئة وتخضع للسلطة التقديرية، بمعنى أنها يجب أن تؤيد بقرائن. نكمل القرار، يجب أن تؤيد بقرائن أخرى، بمعنى أن النص حتى هو اللي كان يعتبرها مجرد بيانة. إذا ختاما أقول المسألة ديال السلطة التقديرية يجب إعادة النص في الأدب التشريعية، وأسمحكم على هذه النرفزة لأنني أحبكم. شكرا دكتور عمر زكر، أؤكد على أن محاضر الضابطة القضائية أو ما ورد في محاضر الضابطة القضائية يقع في أمام الجنايات، يقع موقعها بالنسبة للجناح على أساس أن يتم تزكيتها بالسلطة التقديرية للقاضي الجنائي. هذه السلطة التقديرية قبل أن أمر الأستاذ بالي التي أثرتم في عجالة، مررتم على بعض التلويحات والتلميحات بشأن عدم استقلال القضاء وعدم استقلال القاضي في إصدار أحكامه حينما يتعلق الأمر بإبطال محضر من المحاضر التي يوثق بمضمنها. وقبل أن أبرر الكلمة لصديقي أستاذ عبد العزيز بالي، أشير إلى واقعة بمناسبة محاكمة نواز شريف الرئيس السابق لباكستان بعدما أطاح به العسكر برئاسة برويز مشرف. رفض 7 من أصل 13 قاضيا أداء اليمين من جديد حتى يكونوا أعضاء في الهيئة التي ستتم بمقتضاها محاكمة نواز شريف، وتعتبر هذه اليمين الجديدة التي طلب من 13 قاضيا أداءها حتى يكونوا أعضاء الهيئة المحلفة لمحاكمة النواز الشريف تزكية للتوجيه
التي كانت قد تم نهجه في محاكمته وفقا لقانون الطوارئ، كيف يمكن الحديث بناء على هذا المثال، كيف يمكن الحديث عن استقلال القضاء بصفة عامة واستقلال